إذا تعرفنا إلى مصطلح زيادة التحميل overloading، وببساطة هو كان عبارة عن أنه الفانكشن تحتوي لك على نفس الاسم ولكن تختلف في عدد البارامترات. الآن أكو مصطلح ثاني هو مشابه للoverloading يسمونه تعدد الأشكال polymorphism. إيش معنى تعدد الأشكال؟ وهذا جزء جدا مهم ومتواجد وأيضا متشعب إلى درجة كبيرة، لكن راح نأخذه بشكل عام. إنه تعدد الأشكال يكون على مبدأ إنه الفانكشن الوظيفة مثلا تحتوي لك على نفس الاسم ولكن ونفس عدد البارامترات، يعني نفس الخصائص، لكن تختلف في نوع الشيء اللي راح ترجع لك، في النوع الشيء اللي راح ترجع لك راح تختلف فيه. فعلى سبيل المثال إنه أنا الآن هي الآن لو أحذف هذه الفانكشن اللي موجودة عندي في النهاية تبقى عندي فقط هذه الأخيرة اللي هي ترجع لك N1 زائد N2 زائد N3، أخذها كوبي أنزلها بيس لمدة لمرتين، والآن أصبح عندك فانكشن تحتوي لك نفس الاسم ونفس عدد البارامترات وتلاحظ نفس الفاليو اللي راح ترجعها. الآن ببساطة إنه الأولى اعتبرها هذه الأولى ترجع لك انتجر، الثانية مثلا نعتبر إنه ترجع لك لونج، أوكي؟ لونج نوع من البيانات الصحيحة اللي تعتبر عندك لونج، فالآن اختلف عندك. والثالثة مثلا أقل دبل إنه راح يكون عبارة عن ديسيمال 20، فهذا مثلا يكون عندك دبل، أوكي؟ طيب الآن إيش أصبح عندك؟ أصبح عندك إنه فانكشن تحتوي لك نفس الاسم ونفس عدد البارامترات، لاحظ نفس عدد البارامترات ما غيرت في العدد ولكن تختلف في القيمة المراجعة. الآن لو أرجع أعمل انستنس من عندها، أنا أعمل انيشاليز من عندها استنساخ، فراح يقول لك أوكي إنه هذه فيها تعدد أشكال، وما راح يقول لك يعني بمفهوم تعدد الأشكال، ولكن إنه المفهوم مشابه إنه هذه لاحظ هنا الأولى as double as double as double، الثانية integer integer integer، إذن هنالك بيانات مختلفة لكن نفس عدد البارامترات، ليس مثل overloading زيادة التحميل تحتوي لك تختلف لك في عدد البارامترات، يعني نفس عدد البارامترات لكن يختلف عندك في نوع الداتا المراجعة.